منصور الرحباني الحفيد طبعا ابن العائلة اللبنانية يلي وضعت الحجر الأساس للفن اللبناني الأصيل. منصور اللي ترعرع وعاش بين العمالقة يمثل الجيل الشاب لآل الرحباني والذي يرسم لنفسه اليوم خطا فنيا لا يختلف بمهنيته ومبادئه عن الخط الأساس يلي بدأوا الأجداد. طبعا تلمع في هذا العمل فيه بصمة وشخصية هذا الشاب الشغوف والطموح. وعن جديد منصور مروان الرحباني المخرج، آخر شيء هو الكليب يلي عم نحضره واللي أثر فينا كتير وبكى الكتار، دعني أسمع صوتك ويلي بيأدي فيه الأغنية طبعا المطرب غسان صليبة. بيسعدنا جدا نحكي عن هالكليب وعن أمور تانية مع منصور مروان الرحباني أو منصور الرحباني نمبر 2. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح النور منصور بضيافتنا. أول سؤال، ما نطمن على أخبار الرحباني العائلة، كيف النشاطات التحضيرات هيك الجو الفني؟ يعني هلا نحن كنا بالدوحة من جمعة تقريبا، كان عنا ملوك الطوائف. نعم. وهلا ان شاء الله يكونوا عم بيحضروا شيء جديد للصيف كمان. في شيء رح يكون لك علاقه فيه بشكل مباشر؟ انا مساعد مخرج مع مروان. تحياتنا يعني لمروان. طبعا تحياتنا للكل واكيد ماري كريسمس للكل. بنحس انه ماشي يعني شربانين بالحليب، يعني ما في حدا من آل الرحباني الا ما بدنا نلاقيه بمكان ما على المسرح بوراء الكواليس ورا الكاميرا بالكنترول روم. ما حدا منكم طلع فلتة شوط بمكان اخر بركي شفناه ما بعرف بجسم طبي او بشيء، كلكم سوا بتحسوا انه ماشيين هيدي مي بتشربوها ما بعرف هي شو. يمكن عدوى. عدوى يعني كلنا، يمكن انا وكنت صغير كنت حابب يمكن اعمل شيء ثاني، بس انه مع الوقت لقيت انه لا اللي بحبه هو التصوير من انا وصغير، وكنت روح مع بيي على الشغل. ما فكرنا بشيء ثاني. منصور قد ايه بيزعجك فكره او بتريحك انه انت من آل الرحباني؟ لانه عاده ابناء الفنانين الكبار واللي بيتركوا بصمه بيقولوا بنفتخر بالاسم وبهالتراث اللي ورثناه، ولكن بنحب كمان يكون عندنا استقلاليتنا الخاصه او هويتنا الخاصه، هل هو هاجس كمان بالنسبه لك؟ لا ما بتزعجني ابدا، بالعكس انا بتعلم منهم، بس انا عندي طريقتي بشتغل مثل ما انا بدي، يعني كل واحد يمضي ياخذ شيء باسمه. لا وقت اشتغل معهم هذا شرف لإلي. وبالعكس لا ما بتزعجني ابدا. بتعرف شغله، لانه خاصه الجيل الثاني والجيل الثالث هيك بسموهم بالصحافه للرحابني، المسؤوليه عليهم كثير كبيره، والعالم مثل حاطين الاندر يعني اندر سبوت، عرفت اندر بيج سبوت لايت، لانه شو ما عملوا محسوب عليهم اي في اي حركه. انتم لا مش مثل الجيل الاول، وشو ما عملوا لا مقصرين. ما بتحس حالك هيك انه هالميكروسكوب اللي حاطينه فوقك بدك شي مره تصور عليه وتكسره؟ هلا اذا يعني كل واحد لازم ياخذوه على شغله، يعني ما فيهم يقارنوني مع جدي او مع بيي او مع مومتي او مع مين ما كان، يعني كل واحد بيعمل شغله. انا مثلا هلا بالاعلانات بالفيديو كليبس، هلا ما حدا منهم عم بيعمل اعلانات او فيديو كليبس، يعني لازم الناس تخدم مثل ما انا بعمل على طريقتي انا، مش لازم دائما يقارنونا بحدا. لا طبعا. نعم، رح ندخل مباشره بحديثنا وصلب حديثنا، وهو هذا الكليب تاعني اسمع صوتك اللي تابعناه على شاشات التلفزيون، ومثل ما قلنا بدايه الحلقه اثر بكتار لانه الموضوع والفكره والاغنيه كمان والتصوير حتى هالقد شدنا. منصور نحن رح نحكي بتفاصيله، ولكن للي ما قدر او اتيحت له الفرصه انه يتابعه خلينا نشوفه سوا وهو يتحدث عن اطفال التوحد. دعني أسمع صوتك أو قل كلمة، طبعا الشعر للراحل الكبير العملاق منصور الرحباني انكتبت من 4 سنوات، يعني كان عمره 4 سنين وكان بعده يمكن بصحته الكاملة، والألحان لأكيد لوالدك مروان، وأنت رجعت حبيت أنك تصورها منصور وتوزيع لغدي. وتوزيع لغدي طبعا. أنا بدي أسألك أول شيء عن الكليب تحديدا، الصبي تحت، أنا وعم بحضر تحت الهواء قلت لك هذا الصبي كيف خليته كيف قدر يمثل معك؟ هل هو عنده هيدا التوحد ولا صبي طبيعي عادي؟ قلت لا طبيعي وبيعرف يمثل، فما شاء الله عليه هالصبي. ما بعرف إذا الإخراج هو اللي له علاقة، إنه حتى ببو عينه ما تحرك.
لا اول شيء الصبي بوجه له تحيه، اسمه داني مسرة، تحياتنا له. جاري بالبنايه والله، يعني مشروع ممثل كبير. ايه فعلا، يعني انا بعرفه انه كثير شاطر وكثير ذكي، قلت له انه عم بسوي فيديو كليب عن الاوتيزم، اذا انه حابب انك تكون عم تمثل فيه. قال لي انه ما بعرف ومش طالع قدام كاميرا سو طلع عامل ريسيرش، بيومين ثلاثه نزل لعندي بيعرف اكثر مني. فظيع. وانا كنت عم بطلع مدارس توحد عم بشوف كيف الولاد بتتصرف، سو فاجئني عن جد، كان بجنن من خلال طبعا وقفته حتى قدام الكاميرا هالقد بتأسر. منصور، ليه هيدي الفكره تحديدا؟ المشروع او الكتابه عمرها من حوالي 4 سنين، ليه تنفذت اليوم؟ وهل هي من قبل جمعيه دعتكم لتنفيذها ولا مشروع خاص؟ لا، هي الفيديو كليب كان انتاج رحباني برودكشنز. لا ما حدا قالنا عنه، انا حبيت الغنيه بحبها كثير اساسا. سو قلت له لمروان بيي، قلت له حبيب اعمل له فيديو كليب، وهلا سنه التوحد. ما هيدي بدي اقول لك، اصلا الجمعيه اللبنانيه تبنتها معنويا اذا بدك، انت يمكن هلا اول مره تسمعها. اول مره بسمعها. بس سبقوا يعني كان في حديث وقالوا نحن تبنينا هالكليب، وكانه نحن دغري اعتقدنا انه انطلب منكم هذا الشيء او تنفيذه. لا ما انطلب منا، بس هيدي شغله كثير حلوه عملوها اكيد، ونحن يعني الاويرنس كامبينز تنعمل، لانه الناس ما بتعرف عن التوحد، ولا انا كنت اعرف، ما كنت اعرف يعني. سالت كثير والناس اللي سالتهم يقولوا لي انه كل واحد يعطي نظريه، انه بعده لليوم الاوتيزم في قصص فيه غامضه شوي، لانه ما بنعرف اسبابه المباشره او هالقد واضحه. منصور، انت تقدر تنفذ الكليب مع شرط، او تعرفت على اولاد عندهم توحد. كيف كان الكونتاكت؟ شو اكتشفت بهالعالم؟ هلا انا من اللي سمعته قبل ما اطلع على مدارس اخصائيين، يعني تفاجأت، لانه اول شيء قالوا انه صعبه، ما بيحكوا معك، ما في اي كونتاكت ابدا. وطلعت قعدت معهم بالمدرسه، شفتها مثل اي مدرسه ثانيه. يعني أوكي. الولاد كانوا كثير كثير بوزيتيف، وحتى وقت صورنا ما عذبونا ابدا ابدا، يعني تفاجأنا. انتوا صورتوا مع الاولاد اللي تصور فيهم الاولاد بالكلاس روم، هن بقلب مزبوط مدرسه. طيب بتعرف شيء ليش جدك لما من 4 سنين كتبها؟ شو اللي خلاه يكتب هذا الموضوع؟ خاصة انه الكلمات اذا واحد بعيدها ماشي بتمس القلب لجوا، بتعصره، يعني حتى لو ما في بالعائله عندك او عنده حدا حالي تقرب. لا، هي الاغنيه مروان بيي طلب منه يكتب عن التوحد، كان بطلب خاص. كتب الشاعر ومروان عمل الموسيقى ووزع غدي. لا وتقدمت عملوا، كان كمان على الاوتيزم كانوا عاملين، بس ما بتذكر شو مزبوط. اوكي. منصور، الكليب يعني اجى مكمل للفكره او بلوره اكثر، وتوضحت الصوره من خلال غسان، من خلال الصبي، من خلال صورتك. المنزل، اختيارك لهالمنزل المغلق وشبابيكه والنوافذ والابواب وبعدين بترجع بتنفتح، شو الفكره منها؟ الفكره هي لسوء الحظ انه في كثير اهل بيستحوا باولادهم انه عندهم توحد. ما نحن الفكره كانت عملناها انه تيطلعوا من هالشغله، لانه لا، الولد اللي عنده توحد مثله مثل غيره، ما تستحوا فيه، ما يستحوا فيه. انا لا اخجل بك من كلمات الغنيه، يعني كيف تقول، هيدي شغله صعبه اكيد لاهل يتقبلوا، بس انه لا، حتى التوحد منه مرض، واقع حال بالنسبه، منه مرض، هو حالي بقى، مش لازم حدا يشوفه. على اخر لقطه كثير حلوه هيدي، يعني بتوصل للقمه السميه، يعني بتحس انه عن جد هالبرمه، هيدا التوربيون اللي بتعمله، الاوراق اللي بتطير، بتحس انه عن جد اللي عم بيحضروا بياخذوا لفوق، يعني هيدا اكيد النظره الاخراجيه انت هيك قصدتها ووصلت لها. اخر مشهد كان عندي شويه مشاكل فيه وقت التصوير، ثاقب عنا خطايطه. بقى كنت بدك سما زرقاء، كان بدي سما زرقاء، وكنت عم صور بلوكيشن كان منظر كثير حلو. اوكي. بقى تلاقي الترنتيف، كثير فكرت انه بدي شيء خليه يكون اقوى، حتى من طلع احسن اكيد من ما كان رح يكون، ولقيت انه لازم اعمل شيء يبين انه ما بقى استحب ابنه، وبنشوف هالبلانتس اللي عم تكبر الخضار، بعدين برمي الكاميرا انه ما عاد يستحب ابنه، وطلع فيه قدام العالم ومثله مثل غير ولاد. حلو. منصور، هيدا ضمن اي تراتبيه للاعمال الخاصه فيك هالكليب تحديدا؟ شو اشتغلت قبل؟ قبله كنت اعمل اعلانات، بس هيدا اول فيديو كليب. اول فيديو كليب بشكل رسمي مزبوط. ومن بعده رجعت عملت فيديو كليب لميشيل الماح، تصور ببيروت من شهرين تقريبا. اوكي. ومن شهر صورت فيديو كليب بالامارات لانترناشونال ارتست اجوا من هوليوود كاليفورنيا، هيبنوتيك جيرلز ودون بريتش. صورنا فيديو كليب كثير مهضوم
عن الصحراء والبحر والدول العربية. فيها شيء مهضوم إنه كيف إجوا هن من الغرب على الشرق. طيب شو نظرة الرحباني الصغير خلينا أو منصور الصغير؟ نظرة جديدة الإخراجية، يعني شيء الإضافي إذا بدك اللي رح تترك بصمة وانفراد تنفرد فيها أنت، ما تشبه الكل. يعني هلا ما فينا أنا جاوب، لازم الناس تجاوب، إنه ما عندي شيء أنا بعمله معين. بس انه كل واحد بيشوف بطريقه اكيد يعني من منصوره الخاص. طيب منصور، بين اللي هالاغنيه تحديدا اللي قدمتها وبين الاغنيات اللي بس فيها حب وعشق وفراق، وين بتحس قادر تعطي اكثر او تشوف كاميرتك وكادريتك بشكل احلى بتعبر عنك اكثر؟ هلا ما عندي نوع معين، حسب اكيد الاغنيه وحسب الفنان. يعني طالما الاغنيه حلوه وعم نفكر بكونسبت موضوع حلو، كل شيء يعني حسب واحد. بعدين ما عندي مشكله اشتغل مع حيالله موضوع. نعم، رح نبقى باخراج الفيديو كليبات والاعمال، ولا ممكن ننتقل لمسرح لاشياء ثانيه؟ شو في يعني بروجكت اذا هلا انا هلا عم اشتغل على كذا فيديو كليب جديد واعلانات، بس بالمسرح انا مساعد مخرج. عبال ما يكون عندك مسرحيتك الخاصه. لا ماني هلا بالمسرح، مش هالدرجه. لا بفضل اشتغل مع مروان. طيب. يعني مع مروان، بما انك انت قلت مروان، كيف كان رايه بالاول انطباع اعطاك؟ اول شيء مروان كان حابب يكون على التصوير، انا نطرته لفل على دبي وصورت. هيك ايه، لانه اذا كان معي هلا اكيد بهمني يكون معي كان، بس انه بيصير في كذا راي وبيصير في اختلاف بالراي اكيد. وبعدين كان اول عمل فيديو كليب لي، وبيصيروا الناس يقولوا انه ليك بيو كان معه، بيو مخرج اكيد ساعده، بقى نطرته لسه يصير صور. هيدا اللي بقول الاستقلاليه يلي دائما بيطلبها الشاب او من بيو، يعني بمنقع عن انه يكون من اهل رحباني او لا، من مش في شيء كيف بقولوا انه ما في اختلاف، يعني ما في اختلاف، بس انه كل واحد يعني بيشتغل على طريقه، كل واحد بفكر شيء، بنشتغل سوا ونتشاور. شو اول امبريشن او شو اول انطباع قال لك؟ لا عجبه كثير، هو كان ناطر انه اول فيديو كليب لي وكذا. وقت وصلت معي الراشز هيدا، اول شيء صار يحضر يقول لي انه حلوه حلوه حلوه. برافو. مثل رحباني ما بيعطوك اياها من الاخر. اخر شيء كانت البرافو ولا الحلوه؟ لا كانت برافو اخر شيء. بعد ما ركبته سوا لا اكيد عجبه كثير. يعني دغري السؤال كمان، اذا واحد بده يختم فيه اللقاء، رح تضلك تحت مظله رحباني برودكشن ولا ممكن تستقل بمكان ما، مثلا منصور برودكشن، منصور رحباني برودكشن؟ لا انا مع رحباني برودكشنز بعمل اعلانات كوربريت فيلمز وحتى فيديو كليبس، بس لا انا كمان حتى مستقل بعمل فيديو كليبس لبرا، بيجي على بيروت، ابو ظبي، الدوحه. نعم لا بالعكس بيشتغل معهم و معهم وبدونهم. نعم منصور مروان رحباني، نحن بدنا نقول لك مبروك مره جديده على الكليب، ببيض الوجه وبيحمل رساله كثير حلوه. عبال مزيد من الاعمال الناجحه، نحن كمان بدورنا بالاذن من مروان نقول لك كمان برافو على كل الشغل الحلو اللي عم بتقوم فيه، وتحياتنا للجميع. شكرا لك. ثانك يو لكم. واكيد كثار رح يكونوا فخورين فيك، وبعتقد اساتذتك ومعلمتك ومعلميلك، ما هيك؟ ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك اكيد، واصدقائنا نحن رح نكمل.